السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، برحب بحضراتكم وحلقة جديدة ويوم جديد من برنامجكم استاد الأهلي. يومين من أفراح المصريين طبعا بفوز منتخبهم على المنتخب الأوغندي في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018. يومين بنفرح فيهم كمصريين، لأن لازم نفرح، لازم نبقى سعداء بمنتخبنا الوطني وبالمرحلة اللي احنا وصلنا لها، التسع نقاط اللي احنا وصلنا ليها، وان احنا نكون موجودين في المرتبة الأولى في هذه المجموعة، ودي حاجة مميزة بغض النظر بقى عن الكلام الكتير في اليومين اللي فاتوا ويوم الماتش عن الأداء الفني والشكل الفني والكلام اللي ممكن ما يكونش جايب آخر من الكلام في الجزئية دي، ولكن أهم حاجة هو النتيجة. النتيجة هي اللي تكون بتوصلك لكأس العالم، النتيجة هي اللي بتخليك الأول على المجموعة، النتيجة هي اللي بتخلي الفرق تخاف منك، تصنيفك في الأول وفي الآخر بيعلى بالنتائج وليس بالأداء. عشان كده دايما نكون داعمين، دايما عندنا تفاؤل، عندنا شغل إيجابي لمنتخبنا، شغل إيجابي للعبتنا، نديهم الطاقة الإيجابية وما نديهمش الطاقة السلبية. هو ده اللي احنا دايما بنتكلم عليه من خلال كلامنا على منتخبنا الوطني. ان شاء الله ان شاء الله وصلنا لكاس العالم، الى حد ما هو ده اللي ممكن يخلينا بقى نفسيا الشغل ممكن يختلف ان شاء الله، وصول لكاس العالم الحاله الفنيه تختلف، الاداء الفني يختلف، هو ده اللي احنا محتاجينه، ولكن نوصل الاول لكاس العالم وبلاش نكسر في منتخبنا الوطني واداء اللعيبه برضو بتوصل لها يا جماعه الكلام ده، فبالتالي بيتاثر عليهم. صدقوني انا واحد كنت بلعب في منتخب مصر، وكان نجومنا هنا امبارح كابتن ربيع ياسين وكابتن وليد صلاح الدين كانوا نجوم مصر ايضا بيتكلموا في الجزئيه دي، بيوصل الكلام ده للعيبه وبتبقى الواحد حزين جدا كلاعب ان انت من خلال وجودك في المنتخب وبتكسب، وبالرغم من ذلك وانت بتكسب واول مجموعه يوصل لك جزئيه ان انت لا انت بتلعبوا وحش، انتوا مش منتخب قوي، بالرغم ان احنا كنا عندنا منتخب قوي قبل كده ولكن ما وصلناش كاس عالم اذكركم بيه 2006 و2008 و2010. فبالتالي عندنا دلوقتي ما شاء الله مجموعه من المحترفين على اعلى مستوى، لكن هو الوضع الحالي انت بتاخد النقطة دي ان انت عايز توصل لكاس العالم بأداء ايه بقى، مش بكلام ايه، هو ان انت توصل لكاس العالم ان شاء الله الأداء يتحسن، ولكن بعد وصولنا لكاس العالم ده الأهم وده الأفضل. يعني هو ده اللي انا أتمنى دايما ان احنا من خلال جمهورنا والإعلام الرياضي ان احنا نوصله للعيبة ونوصله للجهاز الفني المنتخب ان احنا في ظهرهم في اي بأي شكل من اشكال. ممكن ندي انذار خطر ان احنا أدائنا مش كويس، ولكن ما نقطعش فيهم، ما نخليهمش. يعني في ناس بيتكلموا ان مستر كوبر مشي، طب الراجل لما يسمع الكلام ده واللعيبه تسمع الكلام ده حد ذاته بيحصل انقسار جوه التيم او انقسام جوه التيم. يا جماعه لازم دايما في ظهر المنتخب، في ظهر الجهاز الفني، في ظهر اتحاد الكوره، المهندس هاني بريده الراجل بيقدم دعم والاتحاد الكوره بيحاول طبعا، لان هتتحسب لهم في التاريخ وصول منتخبنا لكاس العالم في عهد المهندس هاني بريده ومجلسه، كل ده حاجه مميزه. على فكره المجلس فيه مجموعه من اللاعبين المميزين جدا، كابتن حازم امام، كابتن مجدي عبد الغني، المجموعه كلها يعني في كاتحاد كوره مميزين، فهم نفسهم منتخبنا يوصل لكاس العالم. ده في حد ذاته دي زي ما بقول لكم هو تاريخ، تاريخ للاعبين، تاريخ لاتحاد الكوره، تاريخ للجهاز الفني، تاريخ لينا كمصريين ان احنا من 27 سنه تقريبا 90 حتى الان ما وصلناش كاس عالم. يا رب ان شاء الله نتوقف عن الكلام عن منتخبنا الوطني ان هو اداء مش جيد، نتمنى انها تتوقف هذه النغمه، لان احنا الاهم هو وصولنا لكاس العالم والحصول على النقاط الثلاثه ان شاء الله في مباراه الكونغو القادمه. طبعا يعني خلص بنطوي صفحه الكلام على المنتخب، زي ما بقول لكم فرحنا يومين في الدوري هيبتدي بكره ان شاء الله، ومباراه الاهلي ان شاء الله امام طلائع الجيش يوم الاحد بامر الله، اولى مباراه النادي الاهلي. طبعا نجومنا نجوم الدوليين للنادي الاهلي طبعا رجعوا اولى التمرينات النهارده، عبد الله السعيد واحمد فتحي ورامي ربيعه بينتظموا في تدريب اليوم. طبعا صالح جمعه لحد ما بيشتكي من العضله الضامه شويه فما اتمرنش، كل التوفيق ليهم رجوعهم وهم في حاله نفسيه ومعنويه عاليه مع من خلال طبعا تواجدهم مع المنتخب والمباراه السابقه امام الكونغو، بتخليهم حتى مع الفريق النادي الاهلي شكل مختلف، عندهم حافز اكتر، الثقه بالنفس بتبقى اكتر، كل دي احساس كل لاعب بيبقى جاي من منتخب مصر للفريق بتاعه، بيدي خبرات اكتر للعيبه اللي موجوده، ده اللي احنا نتمناه من خلال طبعا عبد الله واحمد فتحي ورامي ربيع، ايضا صالح جمعه اللي انضم حديثا لمنتخب مصر. اعتقد انها تبقى حافز قوي جدا لصالح جمعه ان شاء الله في الموسم الجديد انه الشكل بتاعه يختلف. احنا طبعا احنا شفنا صالح بيظهر في اواخر الموسم الماضي بشكل جيد، لا اعتقد ان شاء الله صالح من بداية الموسم هيبقى ليه دور ودور مهم جدا، زي ما احنا شفنا صالح بيتألق في الفترة السابقة للدوري الممتاز وأيضا مع منتخبنا الوطني إن شاء الله. أيضا
عايز اكلمكم على اجاي مصاب بيغادر التمرين، فبالتالي ان شاء الله يرجع بسلامه. كل اللاعبين اللي موجودين في التمرين النهارده مع النادي الاهلي واللي احنا بنطمن عليهم، يعني هو جاله دخ خفيفه اجاي، لكن ان شاء الله يرجع بالسلامه. لاعب مميز جدا جونو اجاي، من اللاعبين المحترفين اللي جم في تاريخ النادي الاهلي مميزين، وبيشتغل بشكل مميز جدا وحابب النادي الاهلي، وهي دي الميزه اللي مخلياه بعامل الفرق بالنسبه لنفسه وبالنسبه لفريق النادي الاهلي. هو ده اللي احنا بنتمناه طبعا من اي محترف بنتكلم عليه. زي ما بقول لكم دلوقتي احنا بنقترب من مهالمبي اللاعب الجنوب افريقي ان هو يبقى موجود داخل جدران النادي الاهلي، ولكن حتى الان رسميا ما اعلنش من خلال النادي الاهلي، وطبعا احنا ما نقدرش كقناه نادي الاهلي الا نقول حاجه رسميه. هو موجود في النادي حاليا مع الكابتن حسام البدري والكابتن سعد عبد الحفيظ لانهاء الرتوش الاخيره في هذه الصفقه، ولكن طبعا لاعب مميز، لاعب بيلعب جناح ايسر، يعني هيكون مكان مؤمن زكريا او جناح ايمن، ولكن طبعا هو بيتميز في هذه الجزئيه. نتمنى ان شاء الله اي لاعب ينضم للنادي الاهلي بيكون اضافه للفريق. زي ما احنا عارفين يعني النادي الاهلي بيتميز دايما ان هو بيجيب افضل اللاعبين، افضل اللاعبين اخلاقيا، افضل اللاعبين نفسيا، افضل اللاعبين فنيا، كل ده بيهتم بيه جدا النادي الاهلي، هو بيختار اي لعيب. فبالتالي كل التوفيق ان شاء الله للمنضمين حديثا، يعني هنشوف وليد ازارو، هنشوف اسلام محارب، هنشوف ايمن اشرف، هنشوف هشام محمد هذا الموسم. الوضع ان شاء الله بالاضافات الجديده للنادي الاهلي اعتقد ان احنا بقينا فريق قوي، فريق شباب زي ما احنا بنتكلم، معدل الاعمار صغير جدا في النادي الاهلي، يعني قدامك 10 سنين ان شاء الله قبل ما تبتدي تجدد تاني، ودي حاجه تحسب للجهاز الفني ومجلس اداره النادي الاهلي انه بيشتغل على الجزئيه دي. اختيارك للاعبين وانت بتجيبهم انت بتبص على السن، بتبص على المستقبل، بتبص على اخلاقياته، بتبص على فنياته، كل ده عشان يبقى في الاول وفي الاخر النادي الاهلي دائما في المقدمه، دائما صاحب البطولات اللي انت بتشترك فيها. انت طبعا بتتطلع ان شاء الله للفوز بالمره الثالثه على التوالي ببطوله الدوري ان شاء الله بالانطلاقه الجديده ان شاء الله هذا الموسم يوم الاحد، ايضا بطوله الافريقيا ان شاء الله هيكون الترجي بامر الله هنا يوم 16 سبتمبر ان شاء الله في برج العرب، ده اللي احنا نتمناه. ايضا عندك بطوله سوبر في شهر واحد، كل ده انت بتخشه بدايه موسم طبعا جديد، وانت هدفك موجود، هدفك هو الحصول على هذه اي بطوله ممكن تخشها، سواء بقى بطوله بقى وديه، بطوله رسميه، خلاص جمهور الاهلي دائما بيبقى مطالب. دينا شفنا في البطوله العربيه حاله الحزن عند الجماهير لمجرد ان انت ما وصلتش انك تلعب نهائي وتاخد هذه البطوله، فبالتالي اعتقد جمهور النادي الاهلي دائما حابب هذه، يعني حابب البطولات، دائما حابب ان يكون كل يوم بينام ويصحى على بطوله. هروح لزميلي محمد سعيد هيقول لي طبعا تفاصيل كتير عن تدريبه النهارده، وايضا ايه اللي وصل ليه النادي الاهلي. وزي ما بقول لكم مهالمبي اللاعب الجنوب افريقي موجود حاليا مع كابتن ساره حفيظ وكابتن حسام البدري عشان يشوفوا ايه اخر الكلام في هذه الصفقه. محمد مساء الخير عليك. مساء الخير يا كابتن محمد فاروق، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي. يمكن في هذه اللحظات انا بتكلم معاك كان في مكتب اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي، وحاليا في هذه اللحظات بيتم توقيع العقود مع لاعب بيدس مهاجم او جناح خط وسط فريق بيدس الجنوب افريقي مهلاتي، بيوقع حاليا عقود انتقاله رسميا الى النادي الاهلي بعد الكشف الطبي اللي وقعه صباح اليوم في احدى المستشفيات القريبه من النادي الاهلي، وحاليا هو في جلسه التوقيع مع ثالث اللواء شيرين شمس المدير التنفيذي للنادي الاهلي وهو اللاعب الجنوب افريقي، وفي حضور ايضا دكتور عصام السراج مدير التجاري والتعاقدات للنادي الاهلي، يصبح لاعبا رسميا في صفوف النادي الاهلي وقبل ساعات قليله من غلق باب بالظبط كده اليوم. جميل جدا يا محمد، يمكن طبعا دي اخر الصفقات هتبقى للنادي الاهلي اكيد قبل طبعا غلق التسجيل في الاتحاد المصري لكره القدم، ويعني يمكن ايه اللي اخر الصفقه دي محمد لغايه التوقيت ده، يعني هل عشان النادي الاهلي بيتاكد من الكشف الطبي، لان برضه لازم نوضح للناس الكلام ده من امبارح، وراجل ركب الطياره ووصل امبارح، النهارده الصبح الكشف الطبي، كل ده مهم جدا النادي الاهلي عشان لو حصل حاجه في الكشف الطبي النادي الاهلي يبقى واخد حساب واخد معلوماته، لان طبعا انت ما بتختارش اي لعيب. كابتن محمد فاروق يعني هو باكاني مالابي وصل فجر اليوم من مطار القاهره، توجه باكاماني يمكن ده الاسم كان حتى دلوقتي باكاماني للوكلاء معاه باكاماني مهالمبي الرسمي، احنا عارفين هيبقى السوشيال ميديا الفتره الاخيره في اسامي كثيره بتتقال حوالين اسم اللاعب، هو اسمه ماكاباني 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 وصل فجر اليوم
وكان هناك موعد في المستشفى القريبة طبعا من مقر النادي الأهلي لإجراء الكشف الطبي. يمكن قعد في المستشفى ما يقرب من حوالي 6 ساعات للفحوصات الطبية والكشف الطبي النهائي، وبعد نتيجة الفحوصات والكشف الطبي دي حاليا بيتم توقيع العقود. وبالطبع خلال الساعات الأخيرة كان هناك تفاوض مع إدارة بيتس على انتقال اللاعب في الفترة الأخيرة للنادي الأهلي، في ظل إن كان الوقت اللي قبليه كان طبعا كان موعد غلق الصيد الداخلي داخل جنوب أفريقيا، فكانت فرصة كويسة للنادي الأهلي يتفاوض بشكل جيد على انضم هذا اللاعب، خصوصا إن هو من اللاعبين المقيدين تحت السن. هو لم 19 سنة 19 سنه لما اتحط في الفريق الاول، وبالتالي ان شاء الله تكون صفقه مميزه. ويمكن عايز اقول لك الكواليس اول ما دخل النادي الاهلي كان اول مكان دخل فيه كان ملعب السكش، وكان في استقباله اثنين يعني دي طبعا محمد وانت بتتكلم كده محمد زميلنا محمد سعيد امامنا طبعا صوره مكباني مهلمبي زي ما انت بتقول بقى الاسم الصحيح مكباني مهلمبي مع طبعا في استاد مختار التتش، وطبعا مع اللواء شيرين شمس ودكتور عصام سراج وهو بيوقع وماسك تيشيرت النادي الاهلي وانت بتتكلم حاليا يا محمد. كمل يا محمد اتفضل. بالفعل بالظبط كانت من حوالي دقيقتين في مكتب اللواء شيرين قبل توقيع العقود، وفي اللحظه اللي بقول لك اول ما دخل ملعب مختار التتش دي الجزيره كان في استقباله اثنين من اللاعبين الاجانب طبعا المقيدين في النادي الاهلي، علي معلول الظهير الايسر لفريق النادي الاهلي، وايضا جونيور اجاييه اللاعب النيجيري طبعا ومهاجم فريق النادي الاهلي. ويمكن جونيور اجاييه دار في حوار طويل بينه وبين لاعب فريق بيتس طبعا مكاباني اول ما انضم للنادي الاهلي، وبالتاكيد يعني الولد يعني حاسس بشعور كبير جدا داخل النادي الاهلي. التفات الاعضاء طبعا في التفاوض ده في زحمه طبعا وفي تواجد اعضاء كبير داخل النادي الاهلي، لاعبي النادي الاهلي بعد نهايه التمرين بالتاكيد استقبلوا استقبال كبير. برضه كابتن فاروق يعني يمكن استقبلوا كابتن صادق الحفيظ وكابتن حسام البدري داخل غرفه خلع الملابس، لان اول ما دخل ارضيه ملعب التتش كان التمرين لسه منتهي منذ لحظات، قابل اللعيبه وقابل الجهاز الفني، وحاليا هو خلاص في الرتوش الاخيره لاعلان الصفقه والتوقيع الرسمي داخل النادي الاهلي قبل غلق باب القيد. طيب في كلام كتير في الكواليس يا محمد ان يعني في يعني زي ما بقول صفقه تبادليه مع عمرو جمال، ده صحيح ولا مش صحيح؟ لا يعني حتى هذه اللحظات لم يعلن بشكل رسمي ان هناك صفقه تبادليه مع هذا اللاعب. عمرو جمال يعني كانت صفقه منفرده خلال الفتره السابقه، وهذا لاعب صفقه اخرى بيتم التوقيع معاه، ويمكن بعض اللحظات نعرف كل تفاصيل التعاقد من اللي هو شيرين ودكتور عصام سراج، لكن في جميع الاحوال يمكن حسب معلوماتنا ما كانتش صفقه تبادليه مع عمرو جمال، صفقه منفصله، دي صفقه ودي صفقه ثانيه تماما. طب ما فيش اي كلام مع الجهاز الفني يا محمد وانت يمكن حصل حديث معاك مع الجهاز الفني عن هذا اللاعب وامكانياته وليه تم اختيار هذا اللاعب بالذات يعني؟ يعني بص يا كابتن فاروق انا بقول لك للكواليس، يعني كابتن حسام البدري كان اعجب بهذا اللاعب منذ مباراه دور ال 32 وقيمة في شهر مارس الماضي، سواء في لقاء الذهاب على ملعب السلام او لقاء العوده، وكان من الاطروحات اللي موجوده بالاضافه لوليد ازارو منذ فتره طويله جدا. لكن من اللعيبه اللي كابتن حسام البدري اعجب بيه بشكل كبير، وكان الكابتن حسام في طلباته ان هو يضم الاول راس حربه صريح في نص فريق النادي الاهلي، وبعد كده الجزء الجناح او جزء الجناح والجزء اللي هو خط الوسط كان مهم جدا بالنسبه للكابتن حسام البدري، لكن مع زياده عدد القيد اللاعبين الاجانب اربع اجانب اصبح من الاطروحات المطلوبه بشكل كبير بالنسبه للجهاز الفني. بعد دم وليد ازارا يكون في لاعب افريقي رابع بعد اتحاد الكره المقيد، وقال ان احنا الفتره الجايه او القيد الفتره الجايه يكون في اربع لاعبين اجانب، فبالتالي كابتن حسام كان سعيد جدا بهذا الاطروحات من اتحاد كره القدم بعد دم طبعا عدد من اللاعبين الفتره الاخيره، ان فرصه جيده ان بعد مفاوضات وبعد رؤيه لهذا اللاعب منذ شهر مارس الماضي ان يكون موجود في صفوف النادي الاهلي، والجهاز الفني بيرى ان هذا اللاعب سيكون له مستقبل كبير جدا في كره القدم في النادي الاهلي خلال الفتره القادمه ان شاء الله يا كابتن. طيب خليني يعني واحنا بنتكلم على لاعب لسه جاي جديد زي ما انت بتتكلم بتقول جونر اجاي كان في استقباله وليد ازارو الكلام نفسه، خلي بالك كان في تجربه بالنسبه للاعب اسمه كولوبالي يمكن ما نجحتش مع النادي الاهلي بخصوص ان هو تواجد في وقت من الاوقات رغم تالقه، ولكن طبعا كل واحد مخه بيوديه في حته تانية. كلام وجود اجاييه وجود وليد ازار وجود اللاعبين المحترفين دعمهم ليه بقى كان كلامه النهارده كلامهم النهارده ازاي يا محمد؟ هي البدايه كانت ترحيب بشكل كبير باللاعب، يمكن اول ساعات واول لحظات دخوله الملعب التتش بالجزيره كان مجرد الكلام مجرد ترحيب بيه في دخوله للنادي الاهلي. هتسعد بوجودك في النادي الاهلي، النادي الاهلي قلعه كبيره، قلعه رياضيه كبيره، هنا هتحس ان في وسط زمايلك وفي وسط فريق انت مش غريب عنه. ويمكن صعب المقارنه مع كوليبالي، يمكن بيتبس يمكن ده يعني اللعيب ده كان بيلعب في بيتبس ولسه منتقل للاهلي، يعني كل تاريخه في مشوار الكوره هو لسه 19 سنه ناديين، لكن كوليبالي لما جه الاهلي كان حوالي سبع انديه او ثمان انديه، فيبدو ان هناك اختلاف طبعا في شخصيه ومنتاليه اللاعب ما بين هذا اللاعب وبين سليماني كوليبالي. لكن يعني اختياره للنادي الاهلي في هذا التوقيت وعدم رغبته في الانتقال لسان داونز خلال الفتره الاخيره هي رغبه ان هو شايف ان الاهلي
محطه افريقيه كبيره ليه، خاصه كمان النادي الاهلي ليه شعبيه كبيره جدا طبعا في جنوب القاره الافريقيه، واجه فرق عديده، وبالتاكيد طموح لاي لاعب في القاره الافريقيه انه يكون متواجد في نادي القرن واكبر الانديه وزعيمها نادي الاهلي في الفتره القادمه. صحيح. محمد، طب طمنا النهارده على التمرين بقى، النهارده اللاعبين الدوليين موجودين بيتمرنوا بيرجعوا تاني، ايضا بعض اللاعبين المصابين، بعض اللاعبين ما اشتركوش في التمرين النهارده اتبلغ، يعني طبعا طمنا على الفريق بشكل عام. يعني تمرين النهارده كان في اخبار كتيره ممكن تتقال، النهارده تقول خلاص انضمام الدوليين كان عبد الله السعيد واحمد فتحي ورامي ربيعة شاركوا في المران الجماعي النهارده وانتظموا في التدريبات، ازارو لسه ما وصلش، علي معلول النهارده كان متواجد في التتش لكن كان طبعا شارك، يعني ما نزلش شارك في ملعب التتش في التدريب لانه كان يعني خد كدمه قويه في اللحظات الاخيره في مباراه تونس والكونغو، بفضل الجهاز الفني ان هو يريحه، فصدنا ان هو لسه راجع النهارده من تونس فمحتاج راحه خلال الايام القادمه، بكره ان شاء الله هيكون موجود في التمرين الصباحي، وليد ازارو من منتظر وصوله خلال الساعات القادمه، جونيور اجاي يمكن تعرض لدعوات خفيف كده اثناء التمرين ما قدرش يكمل الجزء البدني، لكن طبيب الفريق الدكتور خالد محمود اصطحبه داخل غرفه خلع الملابس وعمل له بعض الفحوصات، وكان محتاج بس ان هو ياخد شويه عصاير وكده، لكن نزل شارك في التدريب الجماعي وفي التقسيمه الجماعيه واطمئنينا لحاله جونيور اجاي، كل اللعيبه موجوده وشاركت بشكل كويس. متعب بقى متعب يا محمد؟ لا متعب شارك في التقسيمه وشارك في المران الجماعي وظاهر بحاله فنيه وبدنيه جيده جدا وفي تنافس كبير جدا، لكن احنا شايفين حتى في الجانبين احمد ياسر ريان بيبقى مشارك في تقسيمه كمهاجم وفي التقسيمه الاخرى عماد متعب وفي تميز كبير جدا، لكن عايز اقول لك صالح جمعه مؤمن زكريا احتماليه كبيره عدم وجودهم ومشاركتهم في مباراه طلائع الجيش القادمه، لان صالح بعد عودته من المنتخب لم يشارك في اي تدريبات جماعيه، ايضا مؤمن زكريا هناك تحفظ طبي على مشاركته في التقسيمه والمران الجماعي خلال الفتره القادمه، نجيب اطمئنين عليه شارك النهارده في التقسيمه بعد راحته خلال ال 24 ساعه الماضيه، لكن بشكل عام الكل جاهز، وغدا ان شاء الله تمرين صباحي الساعه 9 وخلاص، النهارده كان في محاضره يبدا الكابتن حسام بيشتغل على المحاضرات الفنيه قبل مباراه طلائع الجيش، خاصه ان الدوري خلاص على اعتاب والعد التنازلي بدا لمسابقه الدوري العام. ان شاء الله محمد كل التوفيق لفريقنا ان شاء الله يوم الاحد اولى المباريات وانطلاقه الدوري، يعني نتمنى طبعا ان الحفاظ على اللقب للمره الثالثه على التوالي دي حاجه اعتقد من اهداف كابتن حسام البدري، وده تصريح يمكن كابتن حسام البدري وهو يعني كابتن حسام البدري بيشتغل طبعا بواقعيه، والنادي الاهلي مطالب دايما بالحفاظ على الالقاب اللي بيحصل عليها من خلال طبعا تواجده في البطولات. بشكرك يا محمد، شكرا جزيلا زميلنا محمد سعيد مراسلنا من النادي الاهلي، طبعا بنبارك للنادي الاهلي او بنبارك ل